الفقهاء مثلوا لما يوجب التعزير، قالوا كمباشرة دون الفرج. مر معنا أن الزنا وحقيقته إيلاج الذكر في الفرج هذا موجب للحد، لكن لو قبل أو لمس أو فعل مباشرة دون الوطء في الفرج فهذا يوجب التعزير. ومثله أيضا السرقة التي لا قطع فيها لعدم اكتمال النصاب مثلا، أو لكون السرقة من غير حرز أو ما أشبه ذلك مما سيأتي الإشارة إليه. ومثله أيضا القذف بغير الزنا واللواط، وهذا سبقت الإشارة إليه، كان يقول يا كافر يا مثلا حمار يا إلى آخره من الألفاظ التي ترد عند بعض الناس، هذه توجب التعزير.